السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع معنى البر. البر هو عمل الخير، وإذا فعلناه سنحصل على السعادة في الدنيا وفي حياة البرزخ ويوم القيامة. البر من أسماء الله الحسنى، ورب العالمين إحسانه واسع إلى خلقه وبدون انقطاع. الله هو الرحمن الرحيم واللطيف بعباده. قال تعالى: هو البر الرحيم. البر هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، واجتناب النواهي والمنكرات، والقيام بالطاعات. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. وقال تعالى: ولكن البر من اتقى. لنحصل على ثواب البر الموصل إلى الجنة، يجب الإنفاق من الأموال التي تحبها نفسنا في سبيل الله. فإذا أنفقنا قليلا منها فإن الله يعلم بها ويجازين خير الجزاء، وجزاء الله كله خير عظيم. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. البر يطول العمر المقضى ويزيد الرزق، وربنا يحب البار. ومن أحبه الله أحبه الناس، فيشعر بالفرحة والسعادة والسرور. وهذه طاقة إيجابية كبيرة تقوي الجهاز المناعي، وهو الذي سيحمي الجسم من الأمراض فيزيد عمره في الأجل المقضى. قال النبي عليه السلام: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء. الدعاء من أسباب عدم وقوع المكروه والمرض، وسبب في حصول الخير. فإذا دعوت الله حصل لك الخير. البر إنه من حسن الأخلاق الحميدة. قال النبي عليه السلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ومن أعمال البر الإحسان، الطاعة، العطف، حسن الخلق، عمل الخير، الوفاء بالعهود، العمل الصالح، التبسم، تقوى الله، العدل، الإحسان وحسن المعاملة، عطاء المال أو عطاء النصح والإرشاد، وإعانة الضعيف، ونصرة المظلوم. طاعة الوالدين تكون بالإحسان والعطف والدعاء لهما ورعايتهما وهم أحياء، والدعاء لهما وبر أصدقائهم بعد انتقالهم إلى عالم حياة البرزخ. كثيرا من الذين انتقلوا إلى عالم حياة البرزخ وعن طريق الرؤية الصالحة يوصون أقرباءهم وأحباءهم بالإكثار بالبر وعمل الصالحات والصدقات والإحسان، لأن فيه ثواب وأجر عظيم جدا جدا. فهذه ملاحظة يجب الانتباه لها والقيام بفعلها حتى يعلو المقام والنعيم في حياة البرزخ ويوم القيامة. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.